السابق لفريق الترجي الرياضي التونسي، واهتماماته في الرياضة ما انحصرتش في كرة القدم، أيضا من رموز التنس في تونس. كذلك كما قلت رجل أعمال ناجح، رجل أعمال ساند الرياضيين، حتى نحكي عليه الموضوع بالكدا، عاونهم ماديا من خلال عقود الاستشهار ومن خلال الدعم المعنوي والمادي. رحم الله الفقيد، إن شاء الله إن شاء الله في الجنة السيد عزيز زهير. موجود معنا في المباشر توا زميلنا الصحفي مراد الزغيدي، باش ناخذوا شهادات في الحصه هذه على الراحل عزيز زهير. تحياتي مراد والبركه فيك، نعرفك قريب برشا من سي عزيز. وباهي وانه شمس اليوم تعمل هماج لعزيز زهير، لانه اعتبر انه الوجوه اللي صنعت تاريخ الرياضه في تونس الاعوام الاخيره. انا على المستوى الشخصي حزين لانه تربطني علاقه طويله بعد زهير، اكثر من 20 سنه صديقه مرت بعده مراحل. وشخصيا كان اضافه طبعا للكره في تونس، كان عزيز كان عنده غرام يظهر لي، عارفه تونس الكل نادي ميلان. يظهر لي الحاجه الثانيه بعد عشقه للترجي، كان يعشق ميلان، وعنا ذكريات حلوه. كنت معلق على المقابلات في تنصير، وعلى الاقل مريرة ولا مرتين في العام كنا نتقابلوا بعد الماتشات ونحلوا، وهذيك من الذكريات الكبيرة. أنت قبليك وقت حكيت على تاريخه، من الحاجات اللي تجذب الانتباه يبدو لي أنه في تاريخ الرياضة في تونس نادرا وين شخصية شدت نادي كبير ولا حتى شدت نادي تكور قاعدة تعاون في السبور في الكورة وفي غير الكورة، كما قلت وقلت أنت قبليك بالطريقة اللي عملها عزيز زهير. ترجي كان يسري في دمه، هذاك مما لا شك فيه. حصيلته مع ترجي مانيش باش تعرفها برشا، تقريبا الناس الكل تعرفها وتعرف اللي جا في فترة صعيبة، في فترة في أول أيامات اللي تلاو فلوس اللي مشيبوه من رئيس ترجي، وكانت فترة فيها برشا هزات. وبالرغم من هذاك خدم خدمة محترمة جدا على مستوى الألقاب، توج دوبلي كرة قدم، توج وفي رق معناه بتاتر بزيد بشري، ماهوش في قيمة زيد البشري اللي جاء بعده ولا حتى اللي كان قبله، وهذا يحسب له. واسمح لي غير باش ندخل في التفاصيل هذه، انا عندي حاجتين نتذكرهم من عبد الزوير في كرة قدم، طبعا بعد نحكيو على الرياضات الاخرى. تفضل. اولا انه من المفارقات التونسية الجميلة هذيك، التونس اللي نحبوها، وقت انت يكون عمك كان شاد رئيس نادي افريقي، كان كلوبيست في الدم، انت تشد الاسبيرونس وتشيل لمات العائليه وتنسى كل شيء. والعائله خلينا نقولوا تتفرق منذ ساعتين وقت الديربي، ومن بعد توفى الحكايه في العائلات، في الحوم، في الصداقات، كل هذيك حلاوه تونس عمرنا ما ننساوها. راهو التطرف اللي ولا عند الجماهير الاثنين الترجي والافريقي. تحكي على سي فتحي زهير، رئيس سابق للنادي الافريقي. هذه حاجه هو عم سي عزيز الله يرحمه. بالضبط بالضبط. حاجه ثانيه حبيت نذكر وانه تو الدات عليه شويه، اما كان من الناس اللي دفع الى مقابله وديه ما بين الترجي والنجم. تنبك الريفاليتي الكبيره ما بين الترجي والنجم. وكان هو معز الدريد قالوا نعملوا ماتش اميكال ابري تو شنيا اللي هولناها ابري تو ما الا كره. وهذوكم الناس اللي خليوا بصمه، الناس اللي خليوا بصمه هي الناس اللي توحد، هي الناس اللي تلم. بعيدا على الكليشيات نتاع الروح الرياضيه ما نحبهمش ياسر انا، خاطر ابري تو الكره تنافس في العالم اجمع، ما نكتبوش على رواحنا. لكن زاد الناس اللي تخلي بصمه، اللي تبني للمستقبل، هي اللي تمد اليد للاخر. هو في الاخر في الاخر ما هو الا منافس، معناه ماهوش عدو. دونك ناكد على هذا لانه ماهوش برشا ناس في الرياضه التونسيه بجميع الوانها عملوا حاجة مش تكلموا، خاطر الكلام سهل انك تقول انا والله مع الروح الرياضيه ونحترم الانديه الاخرى الكل. مش سهل انك تمشي ضد العصبيه نتاع جماهيرك وتقول انا باش نعمل ماتش نتكلم على الاتوار، ويحسبوه بطبيعه زاده المعزريس بطبيعه الحاله. معناها باش نكون واضحين، هذوما الناس اللي يخلقوا الفارق، اللي يخليوا بصمه في تاريخ الامم. بسرعه باش ما نحتكرش الكلمه ونعرفها من السخرين. انت حكيت على الرياضات الفرديه، زاد الباركور الخارق العاده نتاع عزيز زهير، سيتي ان شامبيون عزيز زهير في التنس. عزيز زهير معناها كان بطل تونس في التنس، مش شويه،
والعامين ثلاثه ورا مع ورا بعضهم. كان زاد اجون جوار، كان اجون تاع هاريك شامستروم، الناس اللي تبعت التنس التسعينات تذكروا شامستروم كوميم وصل رقم 8 في العالم بشويه معناها، وخدم مع عزيز زهير لمده. الشيء اللي اعطاه لعزيز زهير معرفه تقريب للجوانب الكل، الجوانب الرياضيه والجوانب التحضير البدني والجوانب تاع سبونسورينغ وجوانب كيفاش تحضر ملاعب. دونك هذايا اللي من بعد اعطاه فريمون اضافه، حتى كي يحكي مع دي سبورتيف، وانا كنت حاضر تعاملت مع الزهير خمس سنوات في ما يخص الاستشاره، وكان عنده عطف خاص بكل صراحه الرياضي. ونتصور اليوم مازلت ما حصلتش عليه، كانوا حزين هو مالك الجزيري، وكان يكن له عطف خاص جدا. تابع مالك الجزيري من الاول، احنا اليوم طبعا عندنا بطله دخلت للتاريخ ونس جابر، ما نساوش انا راه مالك الجزيري وصل في التوب 40 مونديال، وصل ما بين 40 لاعب في العالم، واللي هو مش حاجه سهله، اتي بي مش حاجه سهله. وزاد ما ننساش لي في العوام 2016 و2017، واحنا كنا معناها كنت من الناس اللي اقترحت عليه هذا في اطار نعمل استشاره، مشى للرياضات السعوديه قبل ما نجينا، كان وقتها صح مع حبيبه الغريبي، ومن بعد مشينا لسراب سبيس وقعدنا معاها كونترا طويل، معناها قعدنا معاها في اللي مارك نتاعو كونترا طويل، وكان فيها وقت رقم المصنفه الاولى عالميا في المبارزه بالسيف. ومن بعد عمل حاجه خارقه العاده، وكانت اول مره تصير في تاريخ الرياضه في تونس، كونترا سبونسورينغ روعه كليلي اللي كانت اول بطله في رياضه المعاقين وفي اصحاب الاحتياجات الخصوصيه اللي قعد معاه، والعقد مازال متواصل توا معاه، وأكد على هذا أكثر من مرة، حب برشا روعة وعاونها، لأنه تعرف معنى أن لوندي سبور ما يدخلش فلوس كما سبور السبور بتاع الناس الأخرين. دونك كان كيف شو اسمه سيرات بشري كمان التنس معاهم تقريبا كل الجيل كل اللي معناها بو ام سيبر معروف التوضيح بركه للتاريخ ربي خاطر راهو ام سيبر صحيح انه عمره ما كان فما كونترات سبونسورينغ ما بين الماركات نتاع الزهير وام سيبر، لكن اول نقاط سجلتها ام سيبر في التصنيف العالمي النسائي دبليو في تي صارت بفضل دوره خلقها عزيز زهير من عدم، اللي هي ان نترو فيه معناها مش سر وماهوش صحيح يعني عملها تاريخ تاريخ نجم حق لي برومي بوان، فهمت هذه؟ وانت تعرف هذه اكثر مني تعرفها، من تعرف ايش السيستم تاع التنس، اي تقعد في الكلاسمون لازم تحقق دي بوان، حتى دي بوان ولا 20 بوان باش تنجم تقعد في الكلاسمون، اون فوا اللي عندك دي بوان هذوك هما اللي تعدى لي تورنوا اخرين. دونك هذيك كانت الانطلاقه نتاعها. بفهم بفهم في السيركي بروفيسيونيل، خاطر الناس انت في رولان جاروس جونيور ما كانش سيركي بروفيسيونيل، هذيك حاجه اخرى. سيركي اخر في الجونيور ما يهمش حاجه. انا اللي عم نقول واختم، هذه كلها حاجات ملموسه اذا صح التعبير، صنع بها هو تاريخ المسلمين في الرياضه. لكن فما حاجات اخرى، مهدي سانت اكزوبيري كان يقول سامحني بالفرنساويه ليسونسييل ايت انفيزيبل او زيو، والحاجات المهمه كانت الوهرة، الريشة، الاحترام، كاريزما. فما كلمة ما عندهاش ترجمة بالعربي لكلاس. معناها صعيب ياسر أنك تغشش ولا تتعارك مع الزهير ولا تقول فيه كلمة خايبة، لأنه كان من الناس اللي ديما يروض المشاكل، ديما يخرج الناس من الباب الباهي صحيح. وديما يمشي نحو الحل ومدين اليد وكل وطيبة القلب والوهرة والريشة واحترام العبيد. هذايا ما نجم نقوله، كنت نجم نقول اكثر منك. يعطيك الصحة، يعطيك الصحة، والله كلامك مؤثر جدا. ومراد زغيدي زميلنا الاعلامي اللي ما شاء الله كارير كبيرة ومعرفة كبيرة بعديد من الشخصيات الرياضية، منهم سي عزيز زهير اللي اكيد في معاملات مهنية تعرفه، وانت من اول الناس اللي تجي تحكي عليه. شكرا مراد، يعطيك الصحة، بارك الله فيك. شكرا لك كمان، ونتقابل ان شاء الله في ساعة سعيدة وفي الخير ان شاء الله مرة أخرى، الله يرحمه وينعمه السيد عزيز زهير. أيضا من الناس اللي خدموا معاه في الفترة هذيك في الترجي الرياضي التونسي، السيد عزيز زهير الرئيس الراحل.